مئات مليون ديال الدرهم التي تصرف في مجال البحث العلمي. عندنا الحمد لله قواعد البحث العلمي دي بلاتفورم، يعني مناطق ديال البحث العلمي مثل يعني البلاتفورم ديال بن غرير في مجال الطاقة الشمسية، أضفنا إليه في مجال البناء المستدام والنقل المستدام. هناك البحث العلمي اللي غادي يكون محطة البحث العلمي اللي تكون في الجنوب في مجال الماء والطاقة، يعني ربط الماء بالطاقة. هناك أيضا البحث العلمي في مجال ما يسمى بالطاقة الحيوية أو البيوماس. هناك أيضا إعداد البحث العلمي في مجال الإدروجين الذي سيحدد المستقبل، أيضا سيكون جزء من مستقبل الطاقة قريبا في العالم، وهناك نقاش عالمي في هذا الموضوع. وهناك أيضا البحث العلمي في مجال الإنارة وخاصة الإنارة الطبيعية. فإذا عدة وثم مراكز بحث العلمي موجودة في الجامعات، مختبرات في المعاهد، بمعنى عندنا شبكة البحث العلمي متطورة في المجال ديال الطاقات، وهذا شيء مهم بالنسبة للبلاد ديالنا. ونبغي نطمئن الرأي العام على أنه حجم الاستثمارات الآن في الطاقات والطاقات المتجددة ستنتج عنه صناعة وطنية، وبدأت الحمد لله هذه الإرهاصات والبوادر. سيكون هناك بحث علمي يعني متطور في هذا المجال، لكن بالإضافة إلى ذلك خلق فرص ديال الشغل وشركات صغرى ومتوسطة وكبرى مغربية متميزة في المجال ديال الطاقة. طبعا أكادير تحتضن، أنتم تعلمون أهمية أكادير، وخاصة بعد المشروعين الكبيرين الذين أطلقهم صاحب الجلالة. المشروع الأول هو في مجال الصناعة، يعني المنطقة الصناعية اللي إن شاء الله تعطي دفعة كبيرة جدا بالنسبة لجهة سوس ماسة وبالنسبة لأكادير. ثم أيضا المشروع الذي أعلن عنه صاحب الجلالة فيما يتعلق بالشبكة السكاكية، البنية التحتية زائد الصناعة زائد السياحة زائد الفلاحة زائد البحر زائد الموقع الاستراتيجي لأكادير وسوس ماسة. إن شاء الله هو فيه فائدة كبيرة لهذه الجهة، ولكن أيضا سيخلق دينامية أكبر يعني بالنسبة للبلاد ديالنا. الحمد لله الجهوية تكسب يعني خطوات جبارة، وإن شاء الله الشهر المقبل هناك تنظيم مناظرة حول الجهوية الموسعة، كيف يمكن أن نستفيد من مؤهلات الجهات، كيف يمكن أن نطور يعني البحث العلمي والجامعات في الجهات، كيف يمكن أن نطور الاقتصاد المرتبطة بمؤهلات هذه الجهات، كيف يمكن أن تكون هذه الجهات جاذبة، كيف يمكن أن تكون حاضنة لمؤتمرات مثل هذا المؤتمر الذي كما قلت تشارك فيه أكثر من 40 دولة وأكثر من 400 باحث. أول ما سأؤكده أن أكادير اليوم تشرفت بهذا المؤتمر اللي هو المؤتمر السابع للطاقات المتجددة والمستدامة. هذا شرف لمدينة أكادير أن يأتيها عدد كبير من الباحثين والباحثات في هذا المجال ديال الطاقات. أكادير بطبيعة الحال منخرطة في مثل هذه المبادرات وحصلت على جوائز وهي سائرة في هذا الاتجاه، مجال المعادن والبحث العلمي والطاقات المتجددة بطبيعة الحال هو مستقبل العالم إذا أردنا أن نتجنب كثير من الكوارث التي نعيشها اليوم. أنا هذا كيبان لي أنه مؤتمر مهم جدا، ولا شك أن غتكون عنده خلاصات مهمة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.